وسعادة الإنسان كالشمس تعطينا الحياة بنورها فتبدد الظلماء في الأكوان. وصحيح مسلم فيه أفضل ما روى أهل الحديث بصحة وبيان. علم بدا في نهجه متفرد بعد البخاري صح والقرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله إخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كالعادة نواصل معكم شرح أحاديث الإمام مسلم والتي رواها في كتابه الصحيح، حيث نتناول أهم المفردات والمعاني في هذه الأحاديث، ثم نشرع بتبيان أهم الأحكام الفقهية والعقدية وغيرها من الأحكام المتنوعة التي جاءت في هذه الأحاديث، ثم نختم بتبيان أهم الفرائد وأهم الفوائد التي جاءت في هذه الأحاديث، وتبيان مقاصد سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. إخوان الكرام، أخوات الكريمات، ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود إليكم مرة أخرى، فانتظرونا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه، فجيء بمرق فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه. قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. قال: فقال أنس: فما زلت بعد ذلك يعجبني الدباء. أهلا وسهلا بكم إخوان الكرام وأخواتي الكريمات، عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وبعد أن استمعنا لهذا الحديث، ولا يزال الحديث موصولا في شرح كتاب الأطعمة من كتاب صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. حديثنا هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، بوبه المصنف بقوله: باب في أكل الدباء. الدباء اللي نسميه القرع الآن أو القرع في الطعام في المرق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه، فجيء بمرقة فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعجبه أكل وطعام الدباء أي القرع. قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. قال: فقال أنس: فما زلت بعد يعجبني الدباء. أخوان الكرام، أخوات الكريمات، الصحابة كانوا يحبون النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا دائما يسارعون في رضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا دائما يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني ما ينبغي علينا معاشر المسلمين
أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وفي شرابه وفي أكله وفي لبسه وفي سنته صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يبين الصحابي الجليل راوي الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه يعني كما في لفظ آخر يعني يبين أن يعني أنس رضي الله عنه يحكي أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له، فذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقرب الخياط إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا كان في هذا المرق يعني فيه دباء، والدباء هو قيل القرع، وقديد، القديد هو اللحم المجفف بالشمس. فرأى أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، يعني يأكل هذا القرع صلوات الله وسلامه عليه، لأنها كانت تعجبه، ويترك صلى الله عليه وسلم القديد، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يشتهي حينئذ في هذا الوقت، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأكل مما يليه لأنه علم أن أحدا لا يكره منه صلى الله عليه وسلم، بل كان أنس يعني يقربه ويدنيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعه أمامه. هنا يقول أنس بن مالك رضي الله عنه بعدما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يعني يتتبع القرع فيأكله صلوات الله وسلامه عليه لحبه لهذا النوع من الطعام، يقول أنس: فلم أزل أحب الدباء، يعني أكلها من يومئذ. وما ذاك من أنس رضي الله عنه إلا اقتداء وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يعني يتبين لنا حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحبهم لاتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءت عدة أحاديث في ذكر الدباء، يعني هذا جابر بن طارق رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده هذا الدباء، يعني القرع، فقلت: أي شيء هذا؟ قال: هذا القرع، هو الدباء، نكثر به طعامنا، أي نطبخه ونجعله بالطبخ فيه كثيرا، ونجعل منه مرقا يزيد في طعامنا وإدامنا، فيأكل منه يعني أكبر عدد سواء من أهل البيت أو من الأضياف. وكذلك يعني قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. هذا حديث آخر بعد، حديث آخر يبين فيه أيضا، يتبين فيه محبة الصحابة ل يعني الاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل الدباء هو اليقطين، وقيل هو القرع. وفي الوقت الحاضر كثير من الأطباء أثبتوا أن الدباء والقرع يعني له فوائد طبية كثيرة للجسم. قال بعض أهل العلم: من فوائد الحديث فضيلة أكل الدباء،
وأنه يستحب أن يؤكل أن يحب الدباء. وكذلك كل شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وأن يحرص على تحصيل ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذه أحاديث النبي وهديه، فيها الهنا وسعادة الإنسان، كالشمس تعطينا الحياة بنورها، فتبدد الظلماء في الأكوان. وصحيح مسلم فيه أفضل ما روى أهل الحديث بصحة وبيان، علم بدا في نهجه متفرد بعد البخاري صحوان.